أمين ملتيميديا برودكشن. يهولت تنيو خليفة يا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يهي والتاريك كيف الهولت بخليفة عمر رضي الله عنه تأزاز مسارات مسلمو تشك عرسي علي سفرو يتلاتو تشاتشون ممتاتي تبابكو دفن هولت ترمو اللاتشو ودبرشاوي ونقوسانا قستم ملئك تنيوش تلكوال يزد جيرد ملئك تنيوشو بزي عالمي بلجلج شنغو في التقبلواتشو كملئك تنيوش عندو نؤمن ابن مكرم رضي الله عنه نقوسانا قستون النعليلو تشنم ودى اسلام تراتشو برشاويان هوي يسلام منقد ودهونو اسلام انتراتشو هلن ترياتشنن كتقبلاتشو واندمو تشاتشن ناتشو يا الله نمزحف قرآنن يأرسون تأزازن دتفزمو ممر رياي هوناتشو زند ان تولاتشو هلن يهنن قدوس ملكت يمات تقبلو كهونة جزية ويم يتبك عقبر كفلون هولتونم ماراجو تشكال تقبلاتشو دمو سوستينيو ماراجي سايفي هونال يهن ملك تلما سراجت يراسات جنن مرمجان نوستالن انقوان اندي تابلو اندي هو بميدو مكوفس يميكانو نقوسا نقست تقريون كتلك سدب اتفادرقو قطارو يا وارد مسلوتم عليمي تبالوتن يملك تنيو جن ماري زنبي الملو عفر جنو لاكاتشو ساعد ابنو عبي وقاسقن يتلاك الله جوني عفر ستوتا يدل تقوام يدرقو نبريو السدود ينقوسا نقست يزد جير دقاتو تتكبر وطرتون عباباسو ترونتونم عفات انو يزد جيرد ودمتوش يمي الدقا اندو زججا تبلو ساكا يمي ودالت طور وديونا زمتا سراويتو لما وقت يمدو راس رستوم كمهونم بلي اندن جولينس مهران ابنو بحرام رازينا هارموزان يالوت سمتر يفارس جغنوچم عبرو الزمتوال ياوكن جنكا وندلو رستوم كمسلموش كار لما وقت امنتتو نبر كبرشا وانا كتما كمدين تنستو كادسي على مدرس سدستور مولو سيقواتت كرمان كادسي عام سيدرس قدايو بادر الدريفت تازند مسلموشو توكايوشن ديهو اندلكوت اييكا مسلموشم ربيع ابن عمر رضي الله عنه بتوبالوت صحابا يمين مرة يتوكايوش بود اللاكو بزوي ييت بيدرقم كسم من نتلايه مدرسة التشالم ربيع ابن عمر رضي الله عنه كزيك أدمو لبروفيا ونقوسا نقست كأربولت ينبروتن عماراجوت يعلمن انفرهاتنا قرقر بدقام يقربو بميكات دلومكن اندزيهو رستم توكايوش اللاكنا ان الدرادر يميلت اياكي بمقربو حزيفة رضي الله عنه بتبالوت صحابا يمين مرة ليلا يلوك عمبودن تلاكم وزيفام اندك ادو انك داماتشو توكايوتو سوستن عماراجوش كماقرباتشوم بلاي يمجرشو عماراج سيف لمدكم يكارو يسوسك انات قزي بيتشامهونون اسكن الزبو بسالستو من دازيهو درستوم تأياك انت مسلموش ليلا يلوك عمبودن لاكو يهنيو نبودن يمروت مغيرة ابن شعب رضي الله عنه يتبالو صحابان برو رستم جن بجنزب لي دللاته مكرة هابت فلقا يمدو مسلوت اندمي مسليني دوتش النار هابتن يوش ناتشو انيا دقمو لأدمي لكاتشو يمي بك هابت انساتاتشو هلين نبري علاتشو مغيرة برستم نققر قوت قابلو اندي سيلو مالسولت بأرقت دهوتش النار هابتن يوش نبرن نقرقن الله ملئك تنيون ودنيا لك بأرسوم مكنات تقافن تاتشن تكأيرا سيساين اما رزقن الله سدن عند الله نبتشان دنك أبالنا يأرسون ملئك تندن السراج عززن يأرسون ملئك إسلام يمتك التلوك هنا واندمو تشاتشن ناتشو كأنان تمقاربة في الصمان نواقم
إسلامن يما تقبلو كهونا دغمو يا اللهن قال يما سمات نصانت يسطن جزيام يطبقا غبر كفلون قال هونا جن سيف يفردنال ايهنن ملس رستم بتام عناددو بميقتلو قن جنا صحاي كموطاتو مسلموچن بمولو افجاچو الله سيلم دنفا مغيران ببكولاچو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتالاقو الله ليلا من ماينت سلطاننا حيل لم بلو ود كامباچو تملسو مغيرة رضي الله عنه جنا كمهيداچو يفارسو تقلا عزاج رستم وتادروچو مالدا لي لم يكفتو الطقات زججتاچون اندياتناققونا ሁለቱን ሰራዊቶች በለያቸው ትልቅ ጉድባ ላይ ደግሞ ድልድይ እንዲዘረጋ አዘዙ። በማግስቱ ጧት ሩስቶም በሙስሊሞች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ጉድባውን ተሻግሮ ገሰገሰ። ሁለቱ ሰራዊቶች መሰንዘር ብቻ ሲቀራቸው ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ለሩስቶም አጭር መልእክት ላኩለት እንዲህ የሚል ሩስቶም بأنت تورست يالو سووچي متتن الكولوني كم يودوت بلاي موتن با الله منجد لاي ابلطو يميودو سووچ كني غارالو بورها محرم 14ኛው አመተ ሂጅራ ላይ ቃድሲያ ላይ ጦርነቱ ተጀመረ። ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ رضي الله عنه ታመው ስለነበር ውጊያውን የመሩት ከውጭ ሆነው ነው። ሙስሊሞቹና ፐርሻዎቹ 280 ሺህ ለመቶ 20 ሺህ ሆነው ሲታገሉና ሲቃደዱ ያለምንም ውጤት 3 ቀናት አሳልፈዋል። የቃድሲያ ጦርነት ሩስቶም የረቀቀ የጦር አመራር ችሎታውን ያስመሰከረበት አጋጣሚ ነበር። በመጀመሪያው ቀን ሙስሊሞቹ አላሁ አክበር የሚለውን ቃል ያስተጋቡ ጥርሳቸውን ነክሰው ተዋጉ። የአረቢያ ፈረሶች ከዝሆን ጋር የመዋጋት ልምድ አልነበራቸውምና የፐርሻዎቹ ሱልጣን ዙሁጅ በሙስሊሙ ፈረሰኞች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አደረሱ። ቢሆንም ግን ሙስሊም ቀስተኞች በርካታ ዙሁን ጋላቢዎችን መተው ጥለዋል። የመጀመሪያው ቀን በዚህ ሁኔታ አለፈ። በሁለተኛው ቀን የድል ሚዛን ወደማን እንዳደላ ሳይለይ ጀንበር ጠለቀች። በሶስተኛው ቀን ደግሞ ሙስሊሞቹ የፐርሻን ዙሁኖች ለማስበርገግ በማሰብ በግመሎቻቸው ላይ ቆራጭ ጨርቆችን አስረው በቃሉ። ዙሁኖቹ በዚህ አዲስ ክስተት ከመደንበራቸው በላይ ሙስሊም ቀስተኞች የዙሁኖቹን አይን ኢላማቸውን አድርገዋሉ። የደነበሩና አይናቸው የጠፋ ዙሁኖች የፋርሶችን የጦር ሰልፍ እንዳልነበር አደረጉት። ባለድሉ ግን እስካሁንም አለየምና ጦርነቱ ወደ አራተኛው ቀን ተሻገረ። በአራተኛውም ቀን እንዲሁ አይነ ስውራኑ ዙሁኖች የራሳቸውን የፋርሶች ሰራዊት አሳሩን አሳዩት። ፐርሻዎቹ በሽንፈት አፋፍ ላይ መሆናቸውን ያስተዋሉ ሙስሊሞች የተሸበረውን የኩፍር ሰራዊት ዘንጥቀው አልፈው በሩስቶም ዙሪያ በተጠንቀቅ የነበረውን ልዩ ጦር ደመሰሱ። የሩስቶም ካምፕ ብትንትኑ ወጣ። እሱም ራሱ ድንብርብር ወጦ ለማምለጥ ቢሞክርም አልቻለም፣ ተገደለ። ከሙስሊሞቹ ወገን 6000 ያህሉ ሰማዓት ሲሆኑ ከፋርሶች ደግሞ 30000 የሚሆኑት በዚህ የቃድሲያ ጦርነት ህይወታቸውን አጣዋል። የቃድሲያ ጦርነት በእስላም ታሪክ ውስጥ ጉልህ ስፍራ ይዟል። የፐርሻን ጥንካሬ እስካዲያኛው አሸምድዶታልና ኻሊፋው የምስራቹን የተቀበሉት በታላቅ ደስታ ነበር። ከጦርነቱ በመርኩ የተገኘው ጠቀም ያለ ንብረት በእስላማዊ ህግ መሰረት ለዘማቾችና ለበይቱል ማል ማዕከላዊ ግምጃ ቤት እንዲከፈልና ገቢ እንዲሆን ተደርጓል። ከዚህ ድል በኋላ ፐርሻዎቹ ሲሮጡ ሙስሊሞቹ ሲያራሩጡ በመሃሉ በርካታ የፐርሻ ግዛቶች በሙስሊሞች እጅ ውስጥ ተጋቡ። በመጀመሪያ ባባልና ኩሳይ የተባሉትን ቦታዎች ያዙ። ከዚያም ከፐርሺያኑ ዋና ከተማ ከመድየን ዳርቻ የሚገኘውን ባህራህ ሸር የተባለውን ጠንካራ የፋርስ ምሽግ
كببو كهولت دوارات بوهالا مشيقون تقودات اروت اهون تراو يوانا كتماوا يمدين هونام مدين امتازج يبرشان وانا كتما مدين يمتقينيو بتقروس ونز مسراك اوي دار الجاسي هون ابزانيون يكتموان كفل ونزو يكب بوال سعد ابن عبي وكاس رضي الله عنه سراويتو تكيت رفتن ديوستك هاد الرقو بوحالا كخليفة عمر رضي الله عنه باقن يتفك عادنا وانا كتموان لماز تنكساك اسو فرشانو ببكولات شو يمسلمون تورسيايو بتقروس ونز لا ينبرون دلدي افرسوت من الموقع ونزو كافس كقدفو يمولابي هونم كلوغن يمسلمو تشو قرات النت يميبقر عالهونم بقاللهلي ملوم نت نبرات شو بقاندان دي تاريك مزعفتن دا تزقبو سعاد ابن عبي وقاس دلديو فرسوس يعقينيوت الله لمسهنا لتكتاوتو بقاي بحروست من قدادر قولات شو نبر أنيان يمج الرشاو النبي يا محمد عليه الصلاة والسلام تكتاوتشم اندم مردان ارقتناو قالو بوهلا كتور عبزان يوچاتشو قر تقيت مكرونا سراويتو بونزولاي انديه دازززو بمجمرا سلسا يمنهونو فرسان يوچ وانزونا قررتوت كزيام تقرو بمولو تكتلا لك بدرك مريتلاي اندم يهدهونو وانزون تشعقروت برشاويان كاستنيوج مسلمو توغنا ونزون بمشاقر لاين دالو تقاعت لما درس مموكرات جوال كرم نقرقن سعاد ابن عبي وقاس كونزو دار جابال لتشو كربتالي يمدوه جو سدسمتو ياهل مسلم كاستنيوج لبرشانو تقاعت اتفدرب ملاش بمستطات جو يتقاعت او تقاعت كممكنون بلاي فارسو جو ديب عمدان ديب عمدان النزي قدوش مدوبين يمالت يهلنو إيالو اقراوج إن كمالت بكر من المرجال نبراتشوم نقوسانا قست يزد جيردنا تالالاك بالسلطانا تكتموال لك ودو مدينم يالمنم تكاناكان هايل بمسلموشو قد الترسر هونج بهولتو وانزوج بإفراتا سنابت يقروس مكاكل يالو قزات بمولو بمسلموش جدوست قبا عند مسلموش بودن يفارس النقوسة نقست بيت من قست يزال يميلو ينبيو عليه الصلاة والسلام تنبيد بزيهوني تنبر يتفدس امو خليفهم هونو يزمتو تقرد اقل عزاج بجلو بدعام تدستوال سلا جلوم الله نمسكنوال حيت بالس كانت بيت من قست يتفسو مركو مدينة سيدرس خليفو انباتشو يورده اندي سيلو تناقرو يمالك سو اندي او حابد سيبال بابزاقو يتلاحشانا يتأمن سيئي بمهونونو نزيه نقرو جيتت اناواتاتشو سووش دمو يتناقو يهونالو كبراتشو نياتعلو قالوم يجلو لا وقع كمدين فرتطو هلون يقباو نقوسا نقست خردز يتبالو يرستم وندم وانا عزاج يمي مراق زوف سراويت هالدراجة بمسلموش لي يمن لسو ماتكاتر مجة بموسد يالفو تنشنفتو تشلو لمكبال مهونو سعد ابن عبي وقاس رضي الله عنه خليفة عمرن رضي الله عنه كان مهكرو بحالا وحشمنا بقا اقاس يبلي عزاجنت يمي مرا سراويت عزمتو اندقنا يتدراجو يفارس طور جلولا ميدالي جل تمتا فارسوش اهونم ودا سمينا فقفقو مسلموشو ودال درسو بتاكبابي يا مسلم سراويت ودفيت بمقفات كاكاي تبالون اكبابينا بوحالام نقوزا نقستو ينبربتن خلوانن تاكوتات ارى يزد جيرد بنقوزا نقستو ودا خراسن بمشش ميدال عرفة يا مجرشاو تلقو جاي تكهيدو بمحرم ور أسرازت أنيامة هجرة نيها ويان دي تبالو بوتالي نبر بزيه تورنت يبرشا سراويت داقمان سرارت بمايش لبت ونيتا تدقوسة بهان دنيامة هجرة مسلموتو حمدانن أزرباجنن
አርሜኒያን ከመያዛቸው በፊት በርካታ ግናንስተኛ ውጊያዎች ቢያካሂዱም ከኒሃውያን በኋላ የረባም ጦርነት አልተደረገም። ንጉሰ ነገስቱ ወደ ኢስፋሃን ሸሸ። ከዚያም ወደ ኪርማን፣ ከኪርማን ደግሞ ወደ ባለህ። እሱ ሲፈረጥጥ ሙስሊሞቹ ሲከተሉት መላው ፐርሺያ በሙሉ ለሙስሊሞች እጅ ሰጠች። ሙስሊሞች ከዚያም አልፈው እስከ ሲንድ ያሁኗ ፓኪስታን አካባቢ ድረስ ያለውን ግዛት ተቆጣጠሩት። በሐኪም ረዲየላሁ ዐንሁ የጦር አዛዥነት መክራንና ባሉክ የተባሉ ቦታዎችን ከያዙ በኋላ በኸሊፋው ረዲየላሁ ዐንሁ ትእዛዝ ዘመቻቸውን አቆሙ። እናም በዑመር ዘመን ኸሊፋ በመስራቅ በኩል የኢስላም የግዛት ድንበር መክራን ነበረች። የፋርስ ግዛት ሙሉ በሙሉ በሙስሊሞች እጅ ከገባ በኋላ ኸሊፋ ዑመር እንዲህ ሲሉ ተናገሩ። አላህ የፐርሺያዎችን ግዛት አውድሟል። ከእንግዲህ ሙስሊሞችን ሊጎዱ አይችሉም። ሙስሊሞች ሆይ ትክክለኛውን መንገድ የማትከተሉ ከሆነ አላህ ይህንን ኃይል ከእናንተ ወስዶ ለፈለገው ሰው ይሰጠዋል። ታዲያ በዚህ አጋጣሚ ሙስሊሞች በየትኛውን ቦታ ቢሆን ሌሎች ሰዎችን ወደ ኢስላም እምነት ግቡ ብለው እንዳላስገደዱ ግልጽ ሊሆን ይገባል። የኢስላም ሃይማኖታዊ ዘርፍ የተስፋፋው በሃይማኖታዊ አስተምህሮቶቹና በሙስሊሞች ተምሳሌታዊ ተግባርም ጭምር ነው። ለዚሁ ሀቅ አንዳንድ የምዕራብ ዓለም ምሁራን የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል። ለምሳሌ ያህል አርኤኒ ኮለን ኤሌትሮሊ ሂስት ኦፍ ዘ አረቢስ በተሰኘው መጽሐፋቸው እንዲህ ሲሉ ጽፈዋል። በእነዚህ ሀገሮች የሚገኙ የዞራፕስተር እና የክርስቶስ ተከታዮች በኃይል ተገደው ኢስላምን ተቀበለው ተብለው ሊታሰብ አይገባም። በሺ የሚቆጠሩት በፈቃደኝነት ተቀብለውታል። ባስራና ኩፋ በ688 ሙስሊሞቹ ሁለት ቋሚ የጦር ሰፈሮችን መሰረቱ፣ በባስራና በኩፋ። እነዚህ የጦር ሰልፎች ታላላቅ ከተሞች ሆነዋል። ባስራ የተመሰረተችው ከፋርስ ባህረ ሰላጤ ወደ መሶታሚያ የሚወስነው መተላለፊያ መቆጣጠር በሚያስችል ቦታ ላይ ሲሆን፣ ኩፋ ደግሞ በኤፍራጥስ ወንዝ ዳርቻ ላይ ትገኛለች። የኋላ ኋላ ሁለቱ ከተሞች የእስላማዊ ባህልና ስልጣኔ ማዕከል ሆነዋል። የቤዛንታይን መፈረካከስ። ሶሪያ በሮማውያንና በሙስሊሞች መካከል የተፈጠረው ጦርነት መንስኤው ምን እንደሆነ ቀደም ብለን አይተናል። በመጀመሪያው ኸሊፋ በአቡበክር ዘመን ሙስሊሞች በሶሪያ ግንባር የሮማን ጦርን ድል መተው እንደ ቡስራና አጅነደይን ያሉትን ከተሞች ተቆጣጥረዋል። አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ በሞቱበት ጊዜ ደግሞ የሙስሊሙ ሰራዊት ደማስቆን ከቦ ነበር። ከአቡበክር ሞትም በኋላም ደማስቆ፣ ሂምስና ቀንሲር የተባሉትን ቦታዎች ይዘዋል። ስመጥሩ ጀግና ኸሊድ ኢብኑ ወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ በሶስቱም ቦታዎች ለተገኘው ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። የኻሊድን አስተዋጽኦ በቅጡ የተገነዘቡት ኸሊፋው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። የአቡበክርን ነፍስ አላህ ይባርካት ኻሊድን በተገቢው ቦታ አስቀምጦታል ሲሉ ተናገሩ። እነኚህን ቦታዎች መነጠቁ እንቅልፍ የነሳው የሮማው ንጉሠ ነገሥት ሄራክሌስ የሙስሊሞቹን ድፍረት ልክ ለማስገባት ለቁጥር የሚታክት ሰራዊቱን እስከ አፍንጫው አስታጥቆ አዘመተ። በሮማ ክንድ የተሰነዘረው የመልሶ ማጥቃት ቡጢ ለመመከት ሙስሊሞች ወደ ኋላ መለስ ብለው ምቹ ቦታ መያዝ ነበረባቸውና ከተቆጣጠራቸው ግዛቶች የተወሰኑትን ለቀዋል። ብዙዎቹን ለቀው ሲወጡ ከነዋሪዋ ሰብስቦት የነበረውን ጅዝያ የጥበቃ ግብር ልንጠብቃችሁ አልቻልንምና ይኸውላችሁ በማለት ለግብር ከፋዮቹ መለሱ። ፍጹም ልዩ የታሪክ አብነት ነው። በሙስሊሞቹ ተግባር የአካባቢው ነዋሪ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማው መገመት አያዳግትም። በአንዳንድ የታሪክ መጻሕፍት እንደሰፈረው
مسلموچو አካባቢ ወለቀው ሲወጡ ነዋሪዎቹ በእንባ ነበር የሸኙአቸው ይባላል። ክፍል 3 ይቀጥላል። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።